الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني من الحلقة الثانية في فقه البيع. هل المعقود عليه معلوم؟ ده السؤال الرابع اللي لازم نسأله للبيع. طيب ايه الدليل على اشتراط العلم بالمبيع والثمن والوقت لجواز البيع؟ الدليل انه نهى النبي عن الغرر. طب ايه البيوع العشرة اللي حرمها النبي لانها فقدت العلم في عصره؟ 10 بيوع النبي حرمها عشان فيها جهالة. أول بيع بيع المحصول قبل بدو صلاحه، وهو يعلم أنه سيجني بعد بدو صلاحه. يعني أنا أبيع له القمح دلوقت قبل بدو صلاحه وأنا عارف أنه بعد بيبدو صلاحه هو هيجمعه، ده حرام. لكن لو أبيع له الشعير دلوقت وأنا عارف أنه هينزل الغنم فيه دلوقت ده يجوز. عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. طيب وعن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. وعن أبي البختري قال سألت عن ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه، يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحذر. يبقى عندنا ليه؟ عشان نعرف كمية الزكاة بتاعته. وحكى ابن منذر الإجماع على هذا الشرط بلا خلاف. طيب الدليل الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة. الناس لما النبي قفل لهم باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدأوا يدوروا على حيلة يشتروا الثمار قبل بدو صلاحها، فنهى النبي عن المعاومة وهو بيع الثمار لسنين، اللي هي أشجار يجي على أشجار تين أو جوافة أو نخل أو برتقال أو موز، ويؤجر الشهر ويؤجر الشجر دوت لمدة سنتين أو ثلاثة. هو اشترى الثمار لمدة سنين. طيب لو واحد بقى كبير في السن ومش قادر يخدم أرضه يعمل إيه؟ الحل الشرعي إنه يساقيها. يعني إيه يساقيها؟ يعني الراجل اللي جاي وعاوز يأجرها 5 سنين يقول له لا إحنا شركة مع بعض، أنا بالأرض والشجر وإنت بالخدمة والمصاريف، ويتفقوا على أي نسبة بينهم. لكن لا يجوز إنه يأجر أرض فيها شجر لأن نهى النبي عن المعاومة. طيب ويترتب على ذلك الناس أما بتأجر أرض فيها شجر لا تهتم بيها، فتبص تلاقي الأرض وهو بياخد الثمار بيكسر العيدان بيدمرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الخير ويعلم أن هذا خير لأمته وأن هذا شرع الله، فيحرم أن يؤجر الأرض اللي فيها شجر. قال الإمام النووي وأما النهي عن بيع المعاومة وبيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجر 2 أو 3 أو أكثر فيسمي بيع المعاومة، وهو باطل بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، ولأنه بيع غرر، ولأن بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك. طيب الناس اللي أجروا أراضيهم جم يستلموها لقوا أن الإيجار اللي هم خدوه لا يصلح أن يكفي الأرض، والناس اللي أجروا الأراضي ربنا يبارك لهمش واتسجنوا في الآخر. طيب الدليل الثالث نهى النبي عن المحاقلة. يعني إيه المحاقلة؟ يعني أنا عندي قمح مزروع وعاوز أنا دلوقت ولسه لم يبدو صلاحه، فعاخد قمح من واحد وأقول له يا عم الأرض دي وهات لي يا عم 50 شوال
قمح وخد الارض دي بتاعتك زي ما تطلع تطلع. عن جابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة والثنية ورخص في العراية. يبقى المحاقلة أبي أخد قمح بيتاكل دلوقت بقمح مزروع لم يبدو صلاحه، ده حرام شرعا. الدليل الرابع نهى النبي عن بيع المزابنة. يعني ايه المزابنة؟ يعني أنا ابيع التمر بتاعي ده اللي لسه ما طلعش لسه ما اتاكلش بتمر تاني او يكون بلح احمر بتمر، او ابيع العنب اللي على ارضه لسه بزبيب، كل ده حرام لانه تؤدي الى الزبن النزاع والمدافع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال ابن عباس قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. والإجماع نهى نقلا اتفق النووي اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب اللي هو البلح الأحمر لسه بالتمر في غير العراية، وتحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، ودي المحاقلة. طيب البيع الخمسة اللي حرمها النبي بسبب الجهالة بيع المخابرة. المخابرة معناها إن أنا أجيب واحد في الأرض بتاعت وزرعه وأديله جزء واتفق معه على جزء من الأرض معين أنا أخده وهو ياخد الباقي. لا، المزارعة الشرعية خدوا الأرض ازرعها وانا ليا النص. المزارعة اللي هي المخابرة المحرمة أجر الأرض دي وانا أخد الإيراط اللي جنب المزن اللي جنب المية والباقي كله بتاعك. يعني أنا بتاجر وبضمن لنفسي الحاجة المضمونة وسيبه هو اللي يغامر لوحده. عن رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه، يحدد لنفسه حاجة ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. يعني ممكن أجر الأرض الفاضية بالورق بالفضة والفلوس ما فيش مشكلة، لكن أجر أرض وحدد لنفسي حاجة ده الحرام. وزيها واحد اتنين شركة يعملوا محل فراخ، يجي واحد منهم عاوز يقف في المحل وياخد مرتب، لا ما ينفعش، بدم انت كده بتاخد المضمونة وبتسيب اللي مش مضمونة، حرام. لابد ان انت تتفق على نسبة، وعشان انت تعمل في المحل كبر النسبة بتاعتك مفيش مشكلة، ولكن يجب عليك ان انت تاخد نسبة، ما ينفعش تاخد مرتب وتاخد نسبة، كده هتفسد العمل وهتتهاون فيه لان انت كده كده ضامن مكسبك. البيعة الستة اللي حرمها الشرع بسبب الجهالة بيع الثنية. يعني ايه بيع الثنية؟ نقول له عبيع لك البستان ده الا 10 شجرات، فين ال10 شجرات؟ لسه ما حددتهمش، استنى وانتظر لما الشجر ينمو ويبان الثمرة انقي احسن 10 شجرات، كان ده حرام. زي بيقول بعتك اي حاجة واروح مستثني حاجة مش معلومة، كان ده حرام، هو ده الثنية. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. ويجوز بقى الاستثناء المعلوم. طب إيه الدليل؟ إن النبي اشترى بعير من جابر رضي الله عنه واستثنى جابر حمله إلى المدينة، ده ينفع الكلام ده ليه؟ لأن أنا بستثني حاجة معلومة، ما استثني حاجة إيه؟ معلومة. من البيع السابع اللي الشرع أبطله بسبب الجهالة بيع المضامين. يعني ايه المضامين؟ ابيع الجنين اللي في بطن الجمل. كان اهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها. طيب البيعة الثامنة النهي عن الملامسة. زي ان الواحد يقول لك حط ايدك على اي حاجه اللي هتلمسه هتدولك ب10 ريال، الكلام ده حرام، ممكن المس حاجه رخيصه ممكن المس حاجه غاليه. بيع المنابذه،
اللي انت اللي هحذفه لك ب10 ريال. انا هخش انا شويه حاجات كده يا عم خد كلهم ب10 ريال. ما ينفعش، لان ممكن انبذ لك حاجه غاليه وممكن انبذ لك حاجه رخيصه. ونهى عن بيع الحصى، هحذف لك الحصى دي واللي تيجي عليه خده ب10 ريال، برتوك حرام، لانه ده غرر. عن ابي هريره نهى رسول الله عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قول قولي هذا واستغفر.